ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ري الأيام البكى صار قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جواته. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت قلي إنك بتحبني كتير حتى نام منيح حبيبي. شو؟ بعدك معي؟ ليه ساكت حبيبي؟ لا ولا شي، بحبك بحبك كتير. وأنا بموت فيك. يلا حبيبي نامي انتي هلا وبكرة منحكي. أوكي Good night. Thank you.
بحبك، بحبك كتير. ولا شيء يضرب حظك. لك يا نجم، شو جابك لهون؟ ارجع ودير بالك على اختك، لا تقربوا على الكلبه. يلا لك يلا يا شريفه، بردت القهوه، بعدين ما بيصير لهم شيء الاولاد. شبكي؟ ليش عم بتعيطي؟ شبكي شو صاير لك انت تانيه؟ اخذ على خاطري منك شوي، انه معقول فقعنا مشوار من هون على بيروت لنلفت النظر شاب ابن خيك؟ إيه لا حكيتي ولا فتحتي تمك ولا تطلع بنت زهرة. دخيلك على هالفلسفة. لك إيش مفكر الشغلة بهالسهولة هي؟ واحد في عنده مصاري فوقه وتحته وشهاداته بطولك وبطولي، وفي عنده وحدة دكتورة لزقانة فيه مثل اللزقة البيطارية، معقولة يترك كل هالشي ويلحق زهرة؟ مو معقولة. ليش بها زهرة؟ لك ما بها شي، حلوة وصغيرة وحنونة وبتجنن، وعلى القليلة مثلك شريفة، مش باقي استمها غير امها. لا دخيلك لا دخيلك. والله رجال هالايام ما بقى تفرق معهم تمها وامها، وخصوصي اللي عايشين برا. على كل طولي لي بالك واعطيني وقت. ليش نحن عنا وقت؟ بكره بيسافر وبيروح وجه وجه الضيف. العمه بقلبها الضيعة ما فيها شاب بفش الخلق يا شيخة. شريفة، أنا وزهرة مش مبسوطين هون، ما عنا حدا وما عنا شي. إذا البنت تجوزت وبقيت بالضيعة رح تصير مثلي، تقضي عمرها تربي ولادها ليكبروا، بالأخير بفلوا وبيتركوها وبيمرق عمرها وما بتشوف شي من هالدنيا. تقبري هالدنيا ولك طلعي فيي، ولك طلعي فيي. لشو عيشتي أنا شريفة؟ لشو؟ لو ما أنتوا جيتوا قعدتوا هون وبتسلى فيكن ومعكن، إيه كنت بقعد كل النهار أنا والشجر والحيطان وبعلق لساني بالسقف. يخرب بيتك شو كذابه، هلا انت ناطره تصير الحرب عنا لحتى نجي لعندك وتتسلي فينا؟ طول عمرك من بيت شقع لبيت رقع. خلاص حبيبتي ارتاحي، اليوم اياد جايه لعنا، واكيد اكيد وحياتك وحياه هالعيون الحلوين لحتى اقنعه بزهره. ارتحتي؟ ان شاء الله يا شريفه. اخ لو بقشني انا وهالبنت عشي بلد حلو بمدينه حلوه، وامشي بالطرقات وشوف الناس والحشقه والخفقه. يخرب بيت قلبك، لك انت يلي بدك تتجوزي ولا بنتك؟ ايه اذا تجوزها بده ياخذني معه. شو بدك ياني ابقى هون وموت كاني ما خلقت؟ لا اجمله هيك عم تصعبيها علي، ما عاد اقدر انا. ليك مثل ما وعدتك، شقفه الارض رح اكتب لك اياها كلها اليك. ايه وليه؟ هديك المره ما قلتي لي هالارض كم قصبه بتطلع؟ شو يعني قصبه؟ لك يعني متر، يعني شي 2500 متر كلها إليك إذا أياد بيتجوز البنت وبيسفرني أنا وياها معه. 2500 متر؟ يفضحك. زهقتينا، يلا وين رح أنتينا؟ بعد بكير حبيبتي، هلا منروح. بتعرفي من وقت ما جينا لهون ما عادنا حكينا انا وياكي مثل ما كنا نقعد نحكي بلندن، بتتذكري؟ اكيد بتذكر. يلا اعملي مثلي. يعني ما ناقصنا غير نبصر انا وياكي. خبريني مبسوطة هون؟ هنيك بنبسط اكثر، يعني هنيك في رفقاتي وبيتي وكل شيء لي، هون بس بحب تينا. يعني اذا سافرنا بس رح اشتاق لتينا، لو تينا بتروح معنا واو كله بيكون حلو. هل قد بتحبيها؟ ايه هي كثير مهضومة، بحب لما ارقص معها،
شاطرة وأنا وياها بنرقص كتير لما يروحوا الأولاد، كأنه هي ماي فريند. هنيك بلندن معلمتي بتعلمني وبس. حبيبتي بدي أطلب منك طلب. حابي قبل ما نسافر أسهر سهرة أنا وبابي ورامي وتينا ووسام، بس رح نتأخر وأنتي ما فيك تسهري معنا. إذا حطينيك عند أمي وبي بتتضايقي؟ بس أنا ما بعرفهم كتير. رح تحبيهم كتير. بتنامي بالأوضة اللي كنت نام فيها أنا وصغيرة، وعندهم إنترنت كمان بتتسلي كتير. أوكي؟ بس نخلص السهرة بنمرق من جيبك من عندهم. أوكي؟ طيب أوكي. أنا رح أمشي، ما بدي أتأخر على تلميذي. شوفي ليش عم طلع فيي هيك؟ مبارح كنتي بدك تسأليني سؤال وأنا ما خليتك. شو هو؟ بدي أعرفه هلا. لا خلص ما بقى بدي أسأله، بدي هيك بلش نهاري أنا مبسوطة. انت هلا مبسوطة؟ كتير. بس عيونك عم بيقولوا غير هيك. هنن خايفين ما بدهم يسمعوا الجواب على سؤال. بدك تسألي عن سفري ما هيك؟ تسألك عن بكرة وعن بعد بكرة. أنا عم بتعلق فيك كتير إياد. بعدين ما تفكر إنه أنا من نوع بنات اللي بيداروا مع الرجال مرة وبس يرجعوا هيك كأنه ما صار شيء. يعني لو كنتي من هذا النوع ما كنت اتطلعت فيكي أصلاً. انتي شو فكرة إنه أنا ما متعلق فيكي؟ شو هذا الشيء اللي عم بيصير؟ تسلاقي مثلاً؟ أنا كمان عم بتعلق فيكي ومالي عارفان شلون بدي سافر. طيب شو لازم نعمل؟ أنت بدك، أنت لازم تفل، لازم ترجع لهونيك على شغلك، على حياتك، على حياة بنتك ومدرستها. ما فيني، ما فيني حبيبي. شو؟ شو قلت؟ هيدا أول مرة بتقلي حبيبي. لأنك حبيبي. لكن شو هاد اللي عم بيصير؟ هذا مو اسمه حب؟ هذا حب ومجنون كمان. طيب هلا شو رح نعمل؟ هلا قبل ما نعمل اي شيء بدنا نوقف علاقتنا بوسام. عطر وسام، مش عم بقدر احكي معه، هو مش فاهم شيء، مش عم بقدر اتطلع فيه حتى. تصدق بيكون احسن، لانه انا كتير بخار. وانت عم تتهرب من الجواب ما هيك؟ بعمرك رح تتركها صح؟ أنا وضعي غير وضعك. أنا وجنى علاقتنا قديمة كتير، وهي مربت لي بنتي، وأنا بالنسبة لجنى كل حياتها. يعني أنا بدي أطلع من القصة شوي شوي بدون ما أذي حدا. على فكرة جنى دقت لي وعزمتني على العشاء أنا وإنتي ووسام ورامي. ما بدي. لا بدك، بدك تروحي، ما بدنا حدا يحس بشي.
صباحو. اهلا. شو فايق بكير ولابس ثيابك؟ لوين رايح؟ مش انا نمت اصلا لحتى في بكير، طول الليل ما غمضت لي عين. ليه خير؟ شو في؟ شلك مني هلا من قصصي، اللي فيكي بكفيكي. لا مش بس انا عندي مصايب، هي انت كمان. بدي اسمعك اليوم. ما بعرف شو بدي خبرك. سالي امبارح كل الليل عم تبعت لي نوتس وصور مشان تسجل لي، وانا بعرف انه هي بدها تعمل هيك، فما كنت عم رد عليها. وبس ما رد عليها جن وتهستير بلشت تبعت لي تهديدات انه تبعت هدول الصور للإدارة. يعني حالي بتعرف. بعدين حكيت معها وبعرف انها عم تسجل لي، اضطريت صارت تحكي قصص بلا طعمه. واضح انه انا واعي بورطه كبيره. بعرف شو بدك تقولي، بعرف غلطت غلطه كبيره وراح ادفع ثمنها غالي. هيدي غلطه حياتك وراح تكلفك كتير، مثل ما اياد عم يغلط غلطه حياته وراح تكلفه كتير. انا بحياتي ما كنت متوقع انه نحط بهيك موقف. هاي البنت اللي ما عم برد عليها كنت وماني معبره عم تسلني. اكيد فكرك دينا ما عم بتزله لاياد؟ اياد اللي مفكر حاله قوي وطول عمره راسه دقيق بالسما. لو تسمع صوته هو عم يحكي معي امبارح كان جبان، هو جبان وواطي مثل كأنه شي حرامي سرق شي وبخبيه ورا داره. شو بيخجل عم تقولي؟ عن جد بيخجل واحد من حاله. أنا كل الليل مش نايمة رامي، كل الليل ما غمض لي ولا عين، كنت عم بتخيلهم سوا. كنت عم بسمع صوتهم سوا، كنت عم شوفه عم بحبه مثل ما بحبني إلي. بيقول لها نفس الحكي اللي بيقول لي إياه إلي. جنيت، صرت أتمنى من الله ياخذ مني كل الحواس، بطل بدي أسمع ولا أشعر ولا أحس. صعب كتير رامي، صعب كتير. وهلا هي حامل مني. صباحو. صباحو. تشربي قهوة بلاية؟ الهيئة القصة مزبوطة. هي قصة؟ قصة انك تغيرت. بدي اعرف الحقيقة. كنت تفزي تعملي لي القهوة بس اوعى حتى نحن مخنقين. هيدي لما كنا احبابي، مش انت طلبت مني نصير اصعب؟ يحوي صرنا. فقوم صديقي قوم وقوم اعمل قهوتك. معقول؟ بس كيف هيك فجأة تغيرت؟ مزبوط. صحيح انتم النسوان شو سويعاتيين. لا حبيبي، قصة بدها لحظة لتصير. مزبوط؟ مزبوط. وهاللحظة وصلت لما حسيت إنه بنتي بخطر. قدرت تحكيها؟ حكيتها، كانت رايحة على شغلة، على قولتها من عند صاحبتها على شغلة. بس أنا بعرف وقلبي عم بيقول لي إنه بنتي بخطر. فجأة لما شفت هالزلمة عنا هو وبنته، لما شفته كيف كان عم يتطلع ببنتي، خفت عليها كتير. قلت خلص ما بقى مسموح كون هالقد أنانية وما بالي إلا بحالي وأترك بنتي تتعذب بسببي. بسببنا أنا وأنت؟ لا نديم، لا
سببي أنا. لو من زمان قبلت إنه نكون أصحاب كنا ارتحنا أكتر بكتير، وكان جو بيتنا أريح بكتير وتينا أريح بكتير. خلص، قلب المرة اللي جواتي واللي عم بيعذبني بدي نايم، بدي وعي قلبي الأم وبس. وأنا وإنت رح نبقى أصحاب، وبوعدك إنه من اليوم وبالرايح ما رح يكون في ولا مشكل بيناتنا، بوعدك. عم تحكي عن جد؟ ما كان فيها تخلص المشاكل بيناتنا بهالبساطة من قبل؟ نحن عايشين كل هالسنين بالمشاكل والتعتير. مش بهالبساطة نديم. السبب اللي عم بعطيك اياه منه بسيط مثل ما انت مفكر. بنتي، مستقبل بنتي اخطر واصعب من كل مشاكلنا. المهم صرنا اصحاب. اكيد. مشان هيك صديقي قوم اعمل قهوتك مثل الشاطر. صباح دكتورة نبيل. تركني بلا جرسة بالأوتيل. جرسة؟ هو أنت لسه شفت جرس؟ ما إلك عندي شي، تركني عم قلك. لا ليه وليه كتير قوي، بس أنت مش عارفة. اسمعني شو بدي قلك. فت علي عسويت وتعديت علي بالضرب، أنا ما تشكيت عليك احتراماً لسنين اللي بيناتنا. بس هلأ إذا بتقرب صوبي بتشك عليك وبزدك بالحبس، فاهم؟ اسمعيني كويس، انا خسرت كل حاجه وما بقاش عندي اي حاجه فضل اخسرها من بعد ما سبتيني وهربت اخر مره واجبرتيني ان انا اطلقك. فاكره انا خسرت كرامتي واحترامي لنفسي وحتى احترام الناس ليا. انا اللي خسرتك كرامتك واحترامك لنفسك؟ اللي انا اللي كنت اضربك كل يوم امسح فيك الارض؟ بس انت اللي فضحتي كل التقارير الطبيه اللي ساعدتك انك تطلقيه. تقارير بتقول انه وجودي معك كان خطر على حياتي. ناسي اني مليون مره فت على المستشفى مكسره وكنت رح موت. انا مش بتكلم على التقارير دي، انا بتكلم على التقارير الطبيه اللي انت طلعتيها اللي بتقول ان انا ما اقدرش اخلف. هيدي التقارير كانت بتساعدني حتى طلقك. كل اللي انت عملتيه دوت وصل لاصحابي والناس اللي شغالين معايا ولعيلتي. سبتيني ومشيتي من غير ما تفكر ايه اللي ممكن يحصل لي بعد ما تمشي. لك صحي على دمك نبيل. بعد كل اللي عملته فيي جاي تلومني الي كمان؟ عن جد اللي استحوا ماتوا. استني واسمعيني كويس. من بعد ما انت مشيتي انا خسرت كل حاجه. انا اتطردت من الشغل. واتفضحت. وابويا وامي واخواتي مفيش حد فيهم بقى عايز يكلمني. وما افتكرش دلوقتي كمان في واحدة ممكن تتجوزني أو حتى تحبني. ليه أنت بتعرف تحب نبيل؟ أكد لك أنت ما بتعرف تعيش مع ولا مرة. أنت خطر على حالك وعلى أي مرة بتعيش معك، وخطر على الولاد كمان. روح تعالج، روح تعالج، بركي بتعيش مبسوط. نبيل كان برا. برا هون؟ قال لي حكي بخوف كتير. ما بعرف إذا الحكي اللي قاله بخوف أو أنا بخاف منه هالآن. بشوف مثل الورقة. قل
انت شو بك هيك؟ ليه وجهك اصفر في شيء؟ انا بكره لازم اطلع على لندن، بدي حط ايدي بخوانيق على هي اللي اسمها سالي. طلعت شيطان، تارك الدنيا كلها وكل نهار عم تبتزني وتطلب طلبات. تخيلي انه راحت عملت فحص طبي تاني يوم لحتى تتاكد اني انا عملت معها علاقه. لا مريضه كثير هي، ضروري تشوفها وتحط لها حد احسن ما تتمادى اكثر من هيك. انتبه خاصه اذا حست انك خايف منها. اي طبعا، بكره رح اروح وحط حد للموضوع. ما تنسى عشية رح نسهر، انا العازمه. مين ومين؟ انا انت اياد تينا وسام. لا ما تعملي هيك، انا برايي هلا بس يرجع اياد تعدي انت وياه وتصارحيه وتحلي المشكله. لا نسهر اخر سهره وبعدين بنبقى نتصارح. شو صار بقصه خيك يا زلمه؟ رجع من الشام؟ اهل عم يظبط وراقه. كمان بده وراق من الشام لهون؟ ما بعرف، ما بعرف شو ممكن يكون عم يخطط عن جد، ما بعرف. بس في شغله خايف منها كثير. من شو خايف؟ خايف يكون بده يجي لهون ليطلع على اوروبا تهريب بالبحر. اوعى رامي اوعى، كثير خطر التهريب بالبحر، كتار عم بيموتوا. ايه طبعا اكيد ما رح اخليه. يا ربي، ويس مسج جديد. شو هالعلقة هي؟ Relevé sur demi-pointe. Demi-pointe. OK, bravo. Tirez les jambes. Tirez les jambes. Avalez le ventre. OK. Lâchez la barre. Équilibre. Stress, 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 stress. Tirez les jambes, tirez les jambes. Lâchez. Au milieu. Au milieu, grand écart. À vous. Pardon, but space, space. يلا رجع تمرنوا، رجعت الكل. عم البس مشان اطلع من الاوضه. صرت حبها كثير على فكرة. حبيبي أنا متضايقة كثير، اشتقت لها كثير. شو بك حبيبي؟ شو في؟ متضايقة وحاسة حالي مخنوقة. تينا بليز ما تعملي هيك، بليز. أنا بحبك وكثير كمان. وأنا بموت فيك، حاسة حالي مثل المشدوبة. ما عم بعمل شيء إلا أفكر فيك. هيدي هلا كنت عم مرض من البنات، مش عم بقدر ركز، مش عم بقدر ركز مع حدا. قلبي عم يغلي، قلبي عم يجعني كتير. حس حالي يأساني وزعلاني كتير، مش حاضر فسر لك إياد. حاش تبكي، إذا بتحبيني عن جد بتوقفي بكي. مش عم بقدر أتخيل إنك رح تتركني وتسافر، مش عم بقدر أتخيلك عم تمشي وتفل. حاسة حالي بحبك من شي 100 سنة، حاسة حالي إني بعرفك من شي 100 سنة. ما بعرف شو عم بيصير فيي. ليه إياد شو عم بيصير؟ لأنه أنا عم بيصير معي نفس الشيء مثلك تماماً. بليز ما تكوني سلبية، خليكي إيجابية. هذا حب، نحن اثنين منحب بعض، يعني لازم نكون مبسوطين مو نزعل. بحبك أنا، بحبك إياد، بحبك كثير. مرحبا قلبي تبرم ضهرك وتفل، مرحبا قلبي تتركني وتفل. تقلي شيء، قل لي شي خليني اكمل النهار بليز. ولك يا جدوبة حاش تبكي، انا مرعوب اكثر منك انك تتركيني وتمشي. شو مفكره لك هان؟ وطالما نحن الاثنين خايفين نخسر بعض معناها ما رح نخسر بعض. اشتقت لك كثير. وانا اكثر. مش عم بقدر اتخيل انه انا بسهره، مش عم بقدر افكر كيف رح تكون انت معشان وانا ما وسام. معلش، اول فتره مضطرين، مضطرين نعمل هيك مشان ما حدا يحس، مشان ما نأذي حالنا ولا نأذي اللي حوالينا ولا اللي بحبونا. رح نأذيهم، رح نأذيهم أكيد. حبيبي خلاص، حاج تشاؤم. يلا روحي على صفك وكملي درسك، أوكي؟ وانتبهي على بنتي ها؟
بتعرف شو زهرة عم بحس كل ما اتطلع فيها بموت فيها. بتعرف ليش؟ لأني بعرف أنها بنتك وأن قلبك مثلك. يعني أنت كمان صرتي بقلبي. كنت صرت كل شيء بحياتي. بحبك دينا وأنا بموت فيك. هيدا حبيبي يكون فات من الحدود يقبرنا. هاي حبيبي. ايه حبيبي، انا صرت هون بلبنان. الحمد لله على السلامة يا قلبي. جاي هلا على الاوتيل؟ لا لا ما رح اجي على الاوتيل، اول شي بدي امرق اشوف مجد ابن اخي وبعدين بجي على الاوتيل. ناطرتك يا قلبي، اشتقت لك كثير. وانا كمان حبيبي، وانا كمان اشتقت لك كثير. يلا حبيبي ساعتين وبكون عندك. باي باي. بهيك حالة مثلا وانت مالك قبلانة تصارحيه وتقولي له الحقيقة، بتقبلي تعملي معه علاقة؟ كنت مفكرتك بتعرفني أكتر من هيك بشوي رامي. خلصنا بقى. خلص بس ما بدك. اي سالي. ولو رامي ليش هيك عم ترد علي؟ لانه انا عندي 100 قصه هون سالي، وصرتي دقه مليون مره من الصبح لهلا. شو بدك؟ وطي صوتك رامي. شو بدك؟ فهميني شو بدك قولي. وطي صوتك عم بقول لك وما تصرخ بيكون احسن. ليكي سالي اسمعيني منيح، اوعك تفكري انك عم تهدديني بهالكم صوره اللي عندك. أنا لما بجد الجد ما بتفرق معي لا شغل ولا جامعة ولا لندن كلها، عم تفهمي؟ أنا هلأ مشغول وبس أفضل برد عليكي، وإذا ما عجبك اعملي اللي بتلاقيه مناسب. ليش هيك عم تحكي معي رامي؟ ليش؟ لأنك صلك من امبارح عم تهددي وتتوعدي ومفكري حالك. مسكتيني من إيدي اللي عم تجعني. أنا ما بتهدد، عم تفهمي؟ ألو ألو رامي. شو عملت يا مجنون؟ عملت اللي لازم ينعمل. أنا هلأ مو ناقصني وحدة متلاقي أبداً. بدهم يقلعوني يطردوني، يعمل اللي بدهم إياه أحسن. على الأقل بروح بحقق حلمي اللي بحلم فيه. وشو هو حلمك من غير شر؟ حلمي إني أبرم العالم كله على الموتو وإنتي معي. عمي أنا بعرف أخبارك أنت وعمتي زينة الله يرحمها. ستي حكت لي كل شيء. هلأ أنا مو جاي أحكي بهي المواضيع، أنا جاي أحكي عنك أنت وعن مستقبلك. أحكي لي لشوف أنت شو درست بالضبط؟ شو بتعمل؟ شو حابب تعمل؟ طموحك؟ عن مستقبلك؟ شو عم تفكر يعني؟ عمي بصراحة أنا درست التمثيل، بحب المسرح كتير. حاولت أعمل فرقة مسرحية بالشام بس أنا تخرجت من هون والحرب صارت من هون، وبعدها أجينا على لبنان مثل ما أنت بتعرف. جبنا كم غرض معنا من البيت بس نسيت جيب مستقبلي، نسيته هنيك. والبنت اللي بتحبها؟ اسمها زهرة. أنا وزهرة منحب بعض كتير. أمها بتكرهني وعندها عموم وولاد عموم ما بدهم ياني لأنه ما معي مصاري. مجد أنا بدي ساعدك، ما بدي إياك تضل هيك ضايع وما تلاقي مستقبلك. لهيك عم فكر إنه أخذك لعندي على لندن تكمل دراستك، تبدأ حياتك من جديد هنيك،
وحتى يعني إذا حاسس إنه زهرة رح تكون زوجة المستقبل فأكيد فينا ناخدها معنا. بس بدي إياك تعرفوا إنه هالفترة هي الوراق تبع السوريين والمعاملات والقصص عم تاخد وقت. لهيك بدي إياك تصبر شوي. ماشي. شو بك؟ عمي أنا مالي علاقة بالروحة اللي عند دكتورة جنى. أنو روحة؟ الروحة اللي رحناها كلياتنا على الأوتيل. على الأوتيل؟ ومين أنتوا؟ وإمتى رحتوا؟ عمي يمكن ما كان لازم خبرك. ولك قول خلصني. عمي امبارح رحنا كلياتنا على الأوتيل، قعدنا مع الدكتورة جنى وشفنا زينة، وحتى وقت أنت دقيت لي كنت قاعد معهم أنا، وتمينا عم نستناك هيك لحتى رجعت من سوريا أنت وجدي. شو حبيبي صافين؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ريحتك شو بقى ريحتي؟ حلوة كتير مثل العادة. نقصتيني، فكرت انه صار لي يومين لأن ماني متحمم، قلت تكون ريحتي بشعة أو شيء. لا بالعكس، اشتقت لك. وأنا اشتقت لك كثير. إيه حبيبي، خبرني شو كان شعورك لما شفت بيتك وأهلك وجيرانك اللي تركتهم سنين؟ ولا يكون في جيران بالأول. ثلاث أرباع الناس بلا موجودة. شي تهجر وشي مات وشي اختفى. نص البيوت مدمرة. بدك تشوفي منظر أبي وهو عم يشوف بيتنا ونصه مهبط. دخلك شو عملوا أهلك؟ راحوا لمعطرين حتى يلاقوك أنت وبيك. كانوا مصرين إنكم جايين امبارح. ما حبيت قلن إنك باقي لليوم. قلت ما بدي أتدخل. لك صحيح؟ ليش ما قلتي لي انه اهلي اجوا لهون وشافوا زينة؟ حياتي ما حبيت ضايقك انت مونيك، بس ما قلت لي شو عادوا عملوا؟ رجعوا اخذوا تاكسي وطلعوا على الضيعه. وانا كمان بعت ابي التاكسي هلا اول ما وصلنا. زينة قبلت تنام الليله عند اهلي وبأوضتي كمان، حبت الفكره. هيك قلت بنظهر عشيه بنغير جو. زهقنا هم وغم. حبيبي انا لازم اطلع على الضيعه لعند اهلي. بالتلفن بتقلهم بكرة طالع. هلا ما بتأجل العشاء لبكرة؟ لا ولو، أنا كتير مطربعة قلبي. طيب ماشي، معناها رح ارتاح شوي وروح جيب البنت من عند تينا. أنا بروح معك عند تينا منجيب زينة. أوكي روح أنا وأنت حبيبي. يلا رح فوت أعمل دوش وغير تيابي لأنه اليومين ما تحملت وغيرت تيابي. ايه سالي خير؟ شو في؟ اسمعني منيح رامي، يمكن انت مش فرقانه معك طلعت من الجامعه،
بس أكيد بتفرق معك إنك تفوت على الحبس مش هيك؟ وليش لحتى أنحبس بقى؟ ما أكون قتلتك مثلاً وأنا ماني عارفها. لا مش أنت اللي قتلتني، أنا يلي رح أقتل حالي، رح أقتل حالي وأترك كل المسجز والصور اللي بيناتنا، ساعتها جرب تخلص مني يا شاطر. صعب كمل حياتي.